الله الرحمن الرحيم. لحسن بن مريد أستاذ بهولندا ورئيس مؤسسة آفاق للفن والثقافة والتعليم بمدينة روتردام. من منطق من لا يشكر الناس لم يشكر الخالق. أجد كلمة التقدير والشكر قليلة جدا في حق رجل كبير ذو روح طيبة عالية جدا. فالدكتور مصطفى بن حمزة شخصية قوية ورجل دولة اجتهد كثيرا وكان مناصحا وكان مجددا وكانت له اقتراحات في ميادين وفي مواضيع مختلفة سواء على مستوى المغرب أو على مستوى العالم العربي وكذلك بالنسبة للجالية المغربية في الخارج. معرفتي الأولى بالدكتور مصطفى بن حمزة كانت لما كنت في ثانوية عمر بن عبد العزيز وكنا نسمع نرى الدكتور بأنه كان يفتح منزله للطلبة وكذلك مكتبته وكان يتعامل مع الطلبة كأبنائه. محطة أخرى في حق الدكتور مصطفى بن حمزة فهي الدروس الرمضانية في عهد الملك الراحل الحسن الثاني. فكان مشاركا آنذاك كأصغر عالم وأتذكر الدرس الذي ألقاه بين يدي الملك الراحل وكان درسا رائعا جدا علما أن الملك الراحل كان يشعر بنوع من النخوة والكبرياء لما يكون مغربيا متميزا وخصوصا إذا كان الحضور من الأجانب أو من الصحافة. بالنسبة لهولندا فأول لقاء كان مع دكتور مصطفى بن حمزة كان مشروع نظمته بلدية روتردام حول الإسلام والاندماج وكان حاضرا مع مجموعة من الأساتذة دكتور مهدي المجرى زينب معادي وكذلك مجموعة من الأتراك وكانت القاعة مملوءة عن آخرها لما كان الدكتور مصطفى بن حمزة يشارك في هذا المشروع. محطة أخرى دكتور مصطفى بن حمزة كان أول عالم يكرم في بلدية في هولندا فكرمناه في مدينة روتردام داخل البلدية الهولندية وكان لنا شرف كبير. محطة أخرى كانت زيارة أخرى للدكتور مصطفى بن حمزة إلى هولندا وكانت مؤسستنا آفاق تعمل على مشروع آخر ثقافي وفكرنا آنذاك في تكريم الدكتور هانس فيسر وهو قس في مدينة روتردام وكان قد ساعد الأجانب بصفة عامة والمغاربة بصفة خاصة لمدة تزيد عن 40 سنة فكان يمنحهم الدواء الأكل الشراب وكذلك أنقذ تقريبا 300 عائلة مغربية الذين كانوا يتواجدون في وضعية غير قانونية. كذلك محطة أخرى بالنسبة للدكتور مصطفى بن حمزة فكان لقاء في مدينة ليدن ليدن المعروفة بجامعاتها وبمستشرقين فيها. فالدكتور مصطفى بن حمزة كان يشارك في لقاء حول الاندماج وكذلك حول محاربة العنف وكم كان بارزا جدا الدكتور مصطفى بن حمزة. وأنا أتذكر أن في مداخلته الأولى لم يتطرق إلى الإسلام أو إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بل تطرق إلى مستشرق هولندي أمام العمدة مدينة ليدن أمام شخصيات من وزارة العدل من الأمن من السياسيين فاستشهد بمستشرق في هولندا اسمه سبينوزا وتكلم عن الكتب التي كانت لهذا المستشرق. فبقي الجمهور حائرا وبقيت أنا أتوجه لم أنصت إلى الدكتور مصطفى بن حمزة بقدر ما كنت أرى الوجوه التي كانت تحمر حيث يأتي عالما من المغرب ويتحدث عن مستشرق في هولندا وعن ماذا فعله هذا المستشرق من مسائل إيجابية جدا
وربما كان نصف القاعة لا يعرف هذا المستشرق. السيد مصطفى بن حمزة شخصية قوية وكذلك شخصية متواضعة جدا، فخلال ندوة في هولندا أتت مديرة مؤسسة التبرع بالأعضاء، لأن كما تعلمون أن السيد مصطفى بن حمزة كان استقبل من طرف وزير الصحة، وكذلك وزارة الصحة الهولندية تبنت كذلك يعني فتوى أو شرح للدكتور مصطفى بن حمزة حول مسألة التبرع بالأعضاء لغير المسلم، وكان تحليله علميا جدا حيث قال لهم بالحرف أن الإسلام لم يكن من الأيام دينا انتهازيا، بل المسألة قضية أخذ وعطاء. فأتت مديرة المؤسسة الوطنية للتبرع بالأعضاء فأصرت أن تقدم هدية إلى الدكتور مصطفى بن حمزة، وكنت حاضرا آنذاك وتكلمت مع الدكتور مصطفى بن حمزة عن البروتوكولات في هولندا، يعني لما تأخذ هدية من شخص ما يجب فتحها ويجب تقديم الشكر إلى غير ذلك من البروتوكولات، وكم كان ينصت جيدا. فآخر الكلام، يصعب في كلمات كهذه أن أتكلم عن علامة كبير وعن رجل دولة وعن شخصية قوية في بعض السطور. ربما الإخوان يعرفون الأعمال الخيرية والاجتماعية التي حققها الدكتور مصطفى بن حمزة سواء في المغرب الشرقي أو في مناطق أخرى ذو مشروع. والدكتور مصطفى بن حمزة كذلك إنسان تقدمي في أفكاره، تقدمي جدا. وما أثار انتباهنا في هولندا فكان مجموعة من الشبان والشابات يتسابقون لالتقاط صور مع الدكتور مصطفى بن حمزة، وهذا وقع في مدينة أمستردام، روتردام، في ليدن. وقلت آنذاك للدكتور مصطفى بن حمزة: والله شبابنا فيه خير. قلت له: كنت أظن أن الشباب يتجه فقط نحو النجوم، ولكن انظر إلى هذا الشباب اللي هو في مقتبل العمر 20 سنة 25 سنة، شابات كانوا يلتقطون صورا مع العلامة الدكتور مصطفى بن حمزة. فأخيرا أتمنى له الصحة والعافية والمزيد من العطاء إن شاء الله، وأشكر كذلك الموقع وجدة سيتي في شخص الدكتور في الشخص السيد قدوري والفريق الذي يشتغل معه، وشكرا.